انا لو لقيته دلوقتي هعمل فيه ايه؟ انا هعلقه هنا يا جدعان، هعلقه هنا قسما بالله. هو انت هتعمل فيا ايه؟ امشي قدامي يا ام قشري من غير صوت، انا هخلص الناس من شر، هرميكي من فوق المدرسه دي. ام قشري دلوقتي لسه راميها من فوق السطح. نعم نعم. خالد يا خالد كده مش هيبقى، كده مش هيبقى. ارميه والله. حلو يا جدعان. بس يا اسطى، بص يا اسطى، احنا دورنا تحت يا جدعان دلوقتي على ام كشري، محدش فينا لقيها. فرقنا بعض، خالد من مكان وزوز من مكان وانا من مكان. احنا لفينا المدرسه كلها فصل فصل وحمام حمام ودور دور، ما بقلناش غير السطوح. فاحنا طلعنا هنا عشان اكيد هو مستخبي على السطوح. انا عاوز يا جدعان كل اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي كده ينزل يشترك في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده، واستنوا يا جماعه الفيديوهات الجايه، وفي فيديو هتظهر لكم الجزء الاول يا جماعه في اول رابط في الكومنتات مثبت، روحوا اتفرجوا عليه. بصوا يا جدعان، احنا دلوقتي هنقلب الخط ده ونتفرج، يعني كل اللي حته فيها هنفتش فيها دلوقتي. تعالى يا زوز، بص في اماكن هنا كتيره جدا. خلاص رساله رساله. ايه ده؟ ايه ده؟ ضمه. هو انت هتعمل فيا ايه؟ امشي قدامي يا ام قشري من غير صوت، انا هخلص الناس من شر، هرميكي من فوق المدرسه دي. والنبي لا، انا هخلص الناس من شرك. يا لهوي يا اسطى، ده عايز يرمي ام قشري يا اسطى من فوق السطح. يا لهوي يا اسطى، هنعمل ايه؟ ده حوالينا دلوقتي. قلت لك يا قشري، انا قلت لك. يلا يا زوز، يلا يا زوز، تعالى تعالى معانا بقى، انت ما تبعدش، تعالى قرب مننا. تعالى تعالى يا زوز، يا زوز ركز معايا يا زوز، بص عليا فوق كده. مش فوق، مش فوق يا حبيبي، انا كلها كراريس يا جدعان. يا جدعان يا جدعان، السطوح ده خطير جدا، خلي بالكم ممكن اي حد يطلع او يطلع يزوق اي حد من هنا. انت عايز ايه دلوقتي؟ بالراحه. طب ماشي، بص تعالى تعالى تعالى. بصوا يا جدعان، المكان يا جدعان مرعب جدا جدا، وزي ما انتم شايفين الرساله اللي جات لنا كانت مرعبه جدا برضو. فاحنا الوقت يا جماعه بندور على ام قشري فوق السطح، علشان يعني احنا كذا مره، مش كده، كذا مره يا جماعه ندور تحت مش لاقيين في كل حته، حتى الملاهي. تعالوا تعالى كده انا هوريكم يا جماعه الملاهي اللي احنا دورنا عليها تحت برضو. بصوا اهي يا جماعه، احنا دورنا هنا برضو ما لقيناهاش. المكان ده كله يا جماعه ما كانش فيه ام قشري، بس للاسف يا جدعان عمالين ندور دلوقتي، وخالد من مكان وصوص من مكان ومش لاقيين ام قشري. امسك كده يا اسطى، بصوا يا جدعان بقى، احنا مش لاقيين ليها اثر خالص. انا لو لقيته دلوقتي هعمل فيه ايه؟ انا هعلقه هنا يا جدعان، هعلقه هنا قسما بالله، بس هو يظهر لنا يا عم. بس خوف كل غد ان هو يكون عمل فوق حاجه ورماها من على السطوح. لا لا ان شاء الله مش هيقدر على ام قشري، محدش هيقدر على ام قشري ان شاء الله. ومين اللي فتح الباب ده؟ ماشي، يبقى في حد طلع فوق السطح. انا هقفل الباب واشوف مين اللي طلع دلوقتي. ماشي، انا هبص عليهم هنا. وبعدين يعني يا جدعان لفينا على السطح يا جماعه، ما تيجي نروح الجنب التاني ده يا زوز. يلا يا رجاله، بس بالراحه كده وخلي بالكوا احسن يظهر لنا دلوقتي. كان يا جدعان برضه مرعب جدا. امشي امشي بالراحه، ركز ركز احسن. طوح حاسب وزير، ايه ده؟ ايه ده؟ اه اه، كرة كرة كرة. تعالى عليا، تعالى عليا، ابعد 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 ابعد. تعالى بقى. ايه ده يا زوز؟ ايه ده يا زوز؟ انزل يا زوز، ايه ده يا زوز؟ لا 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 يا زوز، بلاش بلاش يا زوز. حاسب وزير انت. يا خالد ليه كده يا خالد؟ بتتصرف من دماغك يا خالد. ايه يا عم، كان هيعورنا يا خالد. لا يا خالد، انا عايز اعرف ام قشري فين يا اسطى. انا عايز اعرف ام قشري فين يا خالد. انت الوقت ما تتصرفش من دماغك بعد اذنك. ماشي يا عم. هو بقى انت كمان. هو يا عم، ام قشري فين؟ رد علينا يلا. ام قشري فين؟ رد علينا. ام قشري فين؟ يلا قوم قوم. لا 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 يا عم، وانا بكلم خالد انت كمان ما بتفهمش. اقف هنا اهو كده. ام قشري فين؟ انت طوختنا عليه. ام قشري فين؟ رد عليا، رد عليا. ام قشري فين؟ انت مش هتشوف ام قشري تاني. يعني ايه يعني مش هشوف ام قشري تاني؟
انا عايز اعرف يعني ايه اما كشري دلوقتي لسه راميها من فوق السطح. نعم نعم قلت لك هديله. طب بص ثواني عايز اصبر. انت بتقول ان انت رميت ام كشري؟ بصوا يا جدعان زي ما انتوا بيقول زي ما انتوا سامعين كده بيقول ان هو رمى ام كشري من فوق السطح. قلت لك يا كشري عايزين نقع عشان كده. حازم يلا يا عم لا 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 سيبني سيبني يا كشري سيبني. لا مش هسيبك زي ما انتوا شايفين يا جدعان عايزنا نسيبه. انا مش هسيبه الا لما يقول لنا ام كشري فين. انجز يا اخي يلا ممكن يكون بيشتغلنا وهي لسه مع المهرج المجنون. هو المهرج المجنون موجود معاك؟ لا مش موجود. طب قول لنا يا ابني راحت فين؟ قول لنا راحت فين دلوقتي حالا؟ يا كشري يا كشري سيبنا تهبط واخلص منه. بقول لك يا خالد اقعد ساكت خالص يا خالد دلوقتي انا عاوز اعرف ام كشري فين؟ رد عليا يلا رد عليا. رد عليك ولا اقول لك اي حاجه. يا جماعه هو بيعاند فينا يا جماعه وعمال يقول ان هو رمى ام كشري وانا مش مصدقه. طب لو انت رميت ام كشري قول لنا اثبت لنا دلوقتي. طب اقول لكم ام كشري فين؟ قول لنا. تعالوا معايا. ماشي. لا هتمشي ازاي؟ افتح الباب. امان عزيز خلي بالك عشان ده غضبان عامل زي المهرج كده مجنون وغضبان. ما تخافش ركز بس واحنا خلاص الليله قايل علينا يا جدعان في المدرسه ودلوقتي كل واحد ياخد حذره عشان الدنيا ضلمه والفصول كلها ضلمه. كل ده يا جدعان بنعمله علشان نعمل لكم فيديوهات جامده بام كشري زي الاول. انا عاوز كل اللي بيتفرج على الفيديو ده ينزل يشترك يا جماعه في القناه ويفعل الجرس. قول لنا بقى ام كشري فين؟ انا مش هقول لكم اي حاجه. انت يعني مش هتعملنا؟ انت بتنزلنا؟ بتضحك علينا؟ دوروا عليها في اي فصل من الفصول هنا. يا عم قلت لك ده هيغلبني. بص انا عايز اديله واحده هموتهم فيها. بص كده اهو تعالى اتقرب عليا كده. نزير ما هو كده مش هينفع. نزير كده مش هينفع. هرميه والله. طب ما احنا هنشوف لو ما عرفش ام كشري فين. لا لا بلاش بلاش. هرميه والله. عزير هرميه والله. انت لو رميت دلوقتي بتعرف توصل لامك باي طريقه. يعني ايه يعني؟ يعني ايه ما انت كنت وقتها هتترمي. قول لي ام كشري فين؟ قول لي يلا بقى. انا رميتها من فوق انت مش عايز تصدق ليه؟ يعني انت رميتها؟ انا عايز اصدق. وريني طيب وريني وهي فين. تعالى قول لي بقى انت هتزهقنا. بقول لك ايه؟ هتقول لنا من كشري فين ولا ندب فيك ونموتك فين؟ يلا قول. تحاول يا جدعان تاني يا بزوز. ايه ده؟ هو راح فين؟ هو راح فين؟ نهار اسود. راح فين يا اسطى؟ راح فين؟ نزل تحت نزل تحت يا زوز. بص يا خد يا خد يا اسطى خد. تعال تعال صور تعال صور. امسك. زي ما انتوا شايفين يا جدعان برضه يا جماعه هرب مننا دلوقتي وجري نزل تحت يا جماعه. هو احنا نمسكه يا جدعان نجري مننا. قرب قرب عشان نظهر. تعالى الفيديو دوت مش عشان كده. الفيديو دوت المكان دوت ضلم يا جدعان. المكان دوت بقى مرعب. هو انت اصلا مش جايبني ولا انا من رايي نمشي ونيجي الصبح عشان نشوف كل حاجه على النور. خلاص ماشي. بصوا يا جدعان دلوقتي احنا برضه ما عرفناش ام كشري. ايه ده؟ تعالى زوز بعت لنا رسالة يا جماعة. بعت لنا رسالة. استنوا كده. أخيرا يا أم كشري خلصت منك وخلصت الناس من شرك. أم كشري يا جدعان أم كشري يا جدعان دلوقتي رماها من فوق السطح. يعني كلامه طلع صح اللي هو قاله يا جماعة من شوية عشان كده احنا مننا. يعني يا جماعة أنا عاوز كل اللي بيتفرج دلوقتي ينزل في الكومنتات ويقول حق أم كشري هيرجع. كله يكتب كده في الكومنتات دلوقتي ويلا يا جدعان. يا عم انت يا عم انت يا عم فيا خوفتني. بص يا جدعان انا عاوز كل اللي بيتفرج دلوقتي يا جماعه ينزل يشترك في القناه. في فيديوهين ظهروا دلوقتي خشوا اتفرجوا عليهم. يلا سلام يا جماعه.